ولد أبي في الفريديس. سمعت أنه بعث مع باقي الأولاد ليساعدوا في حفر القبور الجماعية في الطنطورة، القرية المجاورة التي هدمت بعد 48. أنا لا أعلم ماذا حدث هناك بالضبط في تلك الحرب، ومنذ ذلك الوقت أبي ساكت لا يتكلم عما حدث. وين بكيت يا باب حرب 48؟ بكيت في الدار، كان عمري 12 سنة. والمجزرة اللي صارت بالطنطورة مالها؟ بعرفش عنها هالشي، بسمع عنها، أنا بعرفش عنها هالشي. ولا ليش بديش تفوت هذا الموضوع أنت؟ ليش هاي وضع سياسي هذا؟ مش بديش في الخرافية هاي يابا. هذا احنا بدناش فيه. اسمع مني. بعد حرب 48 وصل اللاجئون الذين طردوا من قراهم الواقعة على امتداد الساحل إلى قرية الفريديس التي لم تهجر في تلك الحرب. تساءلت دائماً عن سبب إبقاء الفريديس بالذات، لكن الناس هنا لا يطرحون هذا الموضوع. الناس بحبوش بعيوت، البلد عنا بتحبش بعيوت، بس تفسيش ليق لسياسي إياك وسياد. دير بالك. أن نتحدث هنا عن التاريخ هذه السياسة، أن نتحدث عن الحاضر هذه السياسة، أن نتحدث عن المستقبل هذه السياسة، حتى أن نحلم هنا تعتبر هذه السياسة. منذ زمن عاشت في القرية فتاة لم تخفها السياسة، كان اسمها سعاد. أختي حنان احتفظت بصورة لشقيقتين من سنوات السبعينات، أحدهن كانت في السجن لأنها تجرأت ورفعت علم فلسطين. كانت هذه سعاد. سعاد أصبحت بطلة طفولتنا. أخفينا صورتها تحت الوسادة وحلمنا عندما نكبر سنصبح مثلها، سنصبح مثل سعاد. السلام عليكم. شو وين نائب الرئيس؟ الاجتماع العشرة. جرب فينا شغلات كثير بتسامنوا، أنا أحكي مع بني لو ما تسلي حالة سيبوتو. وفيشي حدا أحكي معاه؟ شو انا عارف، مش عارف شو الموضوع يعني بتحكي فيه بخلال، يعني حتى لو رئيس هون يعني وعنده شي فوت وعنده صدر يوم. سعاد غنيم سمعتي عنها؟ سعاد، سعاد من البلد. سعاد غنيم من البلد. سمعتي عنها؟ شو بتعرفي عنها؟ ولا إشي، بعرف انها بنت البلد، عارفش إشي عنها. في كتاب هي طلعته مره عن حياتها، كتبت قصة حياتها. أنا بعرفها مرة، كنت التقيت أنا وياها بالثانوية يعني كرؤوس أقلام، يعني أساس أنها هي كانت مع الشيوعيين. إن شاء الله من النوع هالموضوع حديثك يعني سعاد، تاريخ البلد لها تاريخ كبير، يعني البلد في تاريخ البلد سعاد شو عملت للبلد، شو عطت للبلد، هذا التاريخ تبع البلد، مش سعاد موجودة تاريخ حياتها. بجوز هي في أوائل حياتها كان في عندها شوية تكلوت وبعدين راحت برا، بريت البلاد يعني. شو يعني تكلوت؟ ما بعرف، بعرفش. عزبي وكي ابتسام. أنا عندي شغل ولا أكمل شغلي. أنا مسافرة للقاء سعاد. كم أشتاق للقاؤها، ذلك الشوق الذي جعلني عاجزة عن إغماض عيناي لأتخيل كيف تبدو. كل حياتي سمعت عنها، في كل مرة كانت تدخل السجن كانوا أبناء القرية يأتوني لبيت أهلها وكأنه بيت عزاء، وكأن سعاد قد ماتت. سألتقي بسعاد غنيم
مسز جورج، الدكتورة سعاد جورج، الإنجليزية من الفريديس. العالم الفلسطيني فلسطين هادي. إمتى؟ لما وصل الرئيس عرفات لضفوا القطاع وصار الانتخابات. الرئيس مراقب الانتخابات الدولي جاب لي هدية من فلسطين، علم فلسطين. حملته ومشيت فيه في شوارع فلسطين. كانت هي أول مرة ترفع فيه العلم؟ لا مش أول مرة، لا لا مش أول مرة، هاي أول مرة بنسجنش عليه. أنا كثير ببلبلي هسا، من ناحية مبسوطة بتل أبيب، بحس الحرية، وين بقعد وبتريح، ما حدا بيسألك شو بتساوي، ليه قاعدي هون، ليه مش قاعدي هون. بدي أقرر هل أنا بدي أعيش بمجتمع اللي أقدر أني أعمل كاريرا وأبكون مبسوطة، ولا أعيش بس لأنه مجرد أني أنا عايشة مع أمي وأبوي وبالبلد. في دير بالك على هادي، أنت اختلاطك واسع، عندك دراسة، عندك شغل، عم تتطوري، في إمكانيات، ليش تطلعي؟ شو تطلعي لها الطلعة؟ ما تطلع علي، أنا مالي فيها. معناها أنت بدك تضحي بكل حريتك علشان البلد. طب ولا؟ أنا شو عملت؟ شو أمي حكت لي؟ شو عملت أنا؟ وليش الكد بخافوا من الآخرين؟ بكفيش السلطات الإسرائيلية كمان هن، ما هو تضحية، ضحي. ما أنت ضحيتي، شو طلعت؟ بالذات عندما أجلس قريبة من سعاد، أشعر أنني ما زلت أجهلها. كيف يمكنها أن تقول لي أن أبقى في الفريديس في حين أنها تعيش حرة في بريطانيا؟ بقسوه قاسي، قرار قاسي أني أتركهم وأطلع، مش هوية، مش هوية نهائياً أن أتركهم وأطلع، بس كان إجباري أنه في مستقبل، لازم أنا أكمل، لازم أكمل أمشي، مش أني أندفن وأقعد لأنه بأجل الخوف، الخوف، الخوف والإرهاب الموجود، أني أنا خلاص انتهيت، فيش مستقبل. كم مرة ومرة عدولي خواتي كيف بنعمل الكعك على التلفون، ماني عارفتها وما عندي أنا، مكتوب في الورقة كيف بنعمل، بس كم مرة ومرة كل سنة يمكن مرتين ثلاث بسألهن على التلفون، بس عشان أحس إن أنا معهم أو هم معي بنعمل إشي. هاي اللمي، لأنه تأثيري مع أهلي له تأثير كبير كبير علي، وفي علاقة هيك هيك قوية جدا جدا أكثر عن اللازم معهم، فهذه بحسها تعصرنا عصر من جوا. سعاد في إشي مش يعني أنا حسب رأيي إنه أنت هون عايشة تأكل بعذاب، جواني نار مولعة، أنت موجودة هون وكلبك هناك، لما أنت موجودة هون وفكرك هناك، لما أنت موجودة هون ومتأكدة إنه كل ليلة بتنامي وبجوز دموعك تكون مملية المخدة، بتشتاك تروحي بالبلد وتسلمي ويقولوا لك أهلا سعاد، وينك سعاد؟ مش مسز جورج يقولوا لك سعاد، تشتكيش يقولوا لك وينك يا سعاد.